بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بتوع أدبي يعني دلوقتي ايه قاعدين قلقانين من الامتحان، مهما سمعوا ان هو سهل، ده كلمة سهل دي يمكن بتقلقهم اكتر. ولكن لا، انا عايزهم يطمنوا جدا، يسمعوا بس الفيديو اللي هو بتاع مراجعة ليلة الامتحان، وبعد كده ويسمعوا الفيديو ده اللي انا هتكلم فيه دلوقتي. احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ بص، انا دلوقتي هحلل معاكم الامتحان بتاع النهارده، ومن خلاله نتوقع ان شاء الله امتحان بكره هيكون شكله ازاي. تمام كده؟ ركزوا معايا كويس. اولا في الوثيقه الاولانيه اهو، عايزين نطلع المفاتيح الاجابات بس، عشان لو قعدنا نقرا الوثيقه هناخد وقت. بيقول ايه؟ دون سو دوكيمون لي سيبير كوبان ديكريف برينسيبالمون. طبعا في الوثيقه دي الاصحاب بيوصفوا ايه بشكل اساسي. لو شفنا العنوان نفسه كويزين دو موند، كويزين طبعا يعني معناها مطبخ، تمام كده، وكلها بتتكلم عن الاكل والشرب والمنتجات الغذائيه، يعني كلها واضحه في كل تفاصيلها. يبقى كده هناخد اللي هي لور اليمون بريفيري، يعني الاغذيه بتاعتهم المفضله. بتعلم عليهم الاغذيه بتاعتهم المفضله، بيتكلموا عن كلمه برينسيبال مول اللي جايه في الاخر دي، معناها بشكل ايه اساسي او رئيسي. رقم اتنين، سارة ام لبلا، سارة بتحب الاطباق الايه الايطالية. نروح لسارة نشوف كده. سارة اهو، ركزوا معايا وقروها، هتلاقوا في سارة في اخر كلمة في السطر بتاع سارة دي قالت الطبق الايطالي، يبقى واضحة جدا. تلاتة، لورا بريفير، لورا بتفضل، لازم تروح لورا. طبعا ميزة استطلاع الرأي ان انت بتركز في جزئية معينة مش الوثيقة كلها. يعني لورا بيقول ايه؟ لورا بريفير بتفضل، طبعا لورا بتقول جادور لي برودوي لاتير، بحب منتجات الالبان، وطبق المفضل بيكون كذا وكذا، وبعد كده مكونات جبنه، قالت جبنه، يبقى هنا ايه؟ هتبقى جبنه فروماج. ايه اربعه، اليكس مانج، اليكس بياكل، لما نشوف اليكس بيقول بحب السمك، اول كلمه يبقى بياكل سمك، بواسون دو بواسون. خمسة، اون بو لير سي دوكيمون، نستطيع ان احنا نقرا الوثيقة دي. بص بقى في السطر الأول بيقول ان كيستيون لانسي سير ان فوريم، كلمة فوريم دي يعني منتدى على النت، ودي موجودة في اللي هي مسك الختام، موجودة في الوثيقة، قلت كاتبها أنا كده، قلت ركزوا عليها على الكلمات دي، يعني إن شاء الله يجي منهم فيهم حاجة، يبقى هنا استفدنا بيها اللي هي على النت يعني من الأولى. وستة، بيقول مين اللي بتاخد الطبق المفضل الصبح؟ طبعا هي لورا. لورا هي اللي بتاخد الطبق المفضل، تتناول الطبق المفضل بتاعها الصبح. تمام، الوثيقة كده بتطمنا ان الاسئلة بتبقى موجودة فوق مباشرة جدا، دي حاجة كويسة. الوثيقة عن الاكل ممكن تيجي وثيقة عن الاكل، او وثيقة عن الريف، عن المدينة، عن الرياضة، مش مشكلة، المهم ان هي الوثيقة مباشرة. طب نروح للوثيقة التانية. الوثيقة التانية بتقول ايه بقى؟ أسئلة، أول سؤال، سي جان ديسكيت، بيتناقشوا على إيه؟ طبعا هو فوق في العنوان، ركز، يبقى معناها أنت لازم تبص على العنوان برضو وأنت بتقرا. بيقول رانكونتر سير لو شات، مقابلة على الشات، يبقى شباب دول بيتكلموا على النت ومتعلم عليها أهو، مجاوب عليها. اللي بعديها، مارتين فيلي كورس تتسوق شك، تتسوق كل إيه؟ تتسوق. طبعا هي لما نروح لمارتين هنلاقيها ايه؟ سوميدي اي ديمانش، اللي هم الويك اند، واساسا السؤال كان بيقول كومون باسيفو فوت ويك اند، يعني بيتكلم عن ويك اند اساسا. ثلاثة، توماس في دو سبور افيك سي، توماس بيمارس الرياضة مع اصحابه ام. واربعة، توماس راح النادي، توماس هنا بيقول الساعة 20 اهي، افانتور و20 يعني قلتها امبارح، فاكرين اللي سمع الفيديو امبارح واللي سامعني دلوقتي بتوع علمي، افتكر ان انا قلت ركزوا على موضوع الساعة بعد الساعة 12، ان لما يقول مثلا 2 يبقى بعد الظهر وهكذا، 20 يبقى مساء الاسوار. بعد كده لا كورس ابي ايتوني، طبعا الجملة دي نستفيد منها في حاجة، بيقول المشي رياضة ايه؟ قلنا كتير جدا وبنقول تاني، الرياضة الفردية في فرق بينه وبين الجماعية، الجماعية لازم يكون فيها جماعة عشان يتعاونوا في تحقيق الايه؟ الرياضة دي في المكسب يعني، مثلا زي السباحة دي فردية،
انا وجنبي ناس بس فردي، لان انا لوحدي بحقق النتيجه، مش زميل اللي بيساعدني، ده انا اساسا بتنافس معاه. انما كره القدم ما اقدرش عليها فرديه بقى جماعيه، لان انا لوحدي مش هينفع، انزل العب لوحدي مش هينفع. التنس فردي، طب ما هو اتنين بيلعبوا قدام بعض ماشي، بس انا لوحدي فريق. نفس الكلام في المشي، انا فريق لوحدي. يبقى الجمله دي تعلمنا ان احنا لازم نراجع الرياضات كويس والاماكن بتاعتها والفردي والجماعي كويس فيها. ستة، لا لكتير الى باسيون، القراءة طبعا لو رجعنا وقرينا لوكاس بيقول ايه، فبيقول ايه القراءة يبقى ايه لوكاس. نروح للايه للمواقف بتاعتنا، ركزوا معايا. فو راكونتي امبارح، انا مش عايز اقول امبارح بس يعني امبارح في الفيديو قلت ركز ما بين راكونتي يحكي وران كونتري يقابل، قلتها كتير امبارح. وادي راكونتي في المواقف، وادي ران كونتر في الوثيقة التانية، في الوثيقة ران كونتر في العنوان. انت بتحكي حدث او باسي في الماضي، امبارح انا كاتب ايه في الموقف ومذكره مسك الختام مكتوب ايه، ركز على زمن الموقف. قلت لك لو جاب لك ماضي دور على ماضي، اهي او باسي في الماضي ندور على ماضي، الماضي الاولى ماضي مركب. شوف ركز على زمن الوثيقه، زمن السؤال. فودو ماندي ا فوتر كوبان دو فير ان ريجيم، عشان يعمل ريجيم، جمله مشهوره، مانج ان بو دي تو، كل قليل من كل حاجه يعني توازن. ثلاثة، فو بروبوزي تقترح ا فوتر كوبا دو فير ان اكتيفيتي سبورتيف، تقترح على صاحبك انه يعمل نشاط رياضي، هتقول له ايه؟ طبعا نشاط رياضي نروح البسين، واضحه مش عايز اشرح. فوزيت اورايون فروي الي جيم، انت في قسم الفاكهه والخضار، هتقول للبائع اكيد فراوله، كيلو فراوله، برضو احنا ده بيطمنا في ايه؟ ان الاسئله مباشره، الاسئله مباشره جدا. خمسه، تسال صاحبك عن الرياضه المفضله، بتقول ايه؟ التانية، الجملة دي امبارح بقى فاكرين في الفيديو بتاع كتاب المدرسة، قلت أنا متأكد إن في كتير جدا مش فاكر معنى الكلمة دي، ترجموها بمعنى الرماية، دي رياضة بمعنى الرماية، هنا نفعتنا أهو النهاردة، نفعتنا ولقينا إن إيه عرفنا إن هنا الرماية رياضة فنختارها على طول. ست، فوتر كوبان فو دوماند بوركوا فو زيت دي موفي زومور، يعني أنت مزاجك سيء ليه؟ أكيد عندي ألم في الرأس. سبعة، لون العربية، العربية مؤنثة، طب هو جايب كله مؤنث بس جايب لون، دي حاجة واضحة من فين اللون، هي أنوار الأخيرة، فلحد دلوقتي الأمور تمام. نروح لإيه؟ تمانية، فو فولي مانجي إي فو بريباري لو بيتي ديجيني، يعني أنت عايز تاكل وحضرت الفطار يبقى أكيد جعان، جي فان الأولى. يبقى المواقف نستفيد منها إيه؟ نستفيد من مواقف مباشرة، يبقى نروح مطمنين، مطمنين جدا 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 ومستريحين. طيب شوزي لا بو ريبونس، طبعا دي جمله من سنه اولى بقى، ايل سابيل كومون، جمله سهله ليا كومون تي تابيل، جايبها كومون، ايل سابيل كومون اللي هي الثانيه. اثنين، لي كانار قلنا امبارح اذا كان الضمير مصرف في مسك الختام اهي، اذا كان الضمير مصرف مع الافيك اس ناخد الاخرها او ان تي الاولى. ثلاثه، فير تاخد ايه قلناها امبارح، الدهات. اربعه، جوير تاخد ايه اهات الثانيه. خمسه، قلنا الاكل والشرب ياخد ايه؟ الدهات. مش تعرف القواعد اللي قلناها امبارح بالظبط زي ما هي. ست، قلنا لو شفنا اكل وشرب وجمله في افعال اكل وشرب بالذات زي مانجي ناخد اون، يبقى الاولى. انا مش لاقي حاجه هنا اشرحها من كتر ما احنا يعني شرحناهم كتير وانتوا فاهميني كويس، يعني اللي حضر الفيديوهات معايا فاهم كويس بقول ايه. سبعه، في الصفات الملكيه قلت امبارح، قلت يا جماعه الكلمه اللي هتفرق هي الكلمه اللي بعد النقط، الكلمة اللي بعد النقط، لو انت قدامك الجدول اللي بعد النقط جمع مش هتلاقي غير كلمة واحدة بس جمع هنا الأخيرة، وأول الجملة كله ملوش لازمة هنا. تمانية، اللي قلنا امبارح لما نشوف مارو، أنا عارف إن كلمة قلنا امبارح للأسف هو قلنا امبارح، قلنا امبارح لما نشوف مارو وأورانجو سيبيردو الجوكر أختاره. تسعة، في دهاء طبعا مونفريري يعني أخويا، قلنا امبارح إن لما نشوف تصريف الفعل مع هو ناخد الأخيرة تي، يبقى التالتة تي أو دي. اللي بعديه 10، هنا بقى كريم وهو بيشرب كيلو ميه، لا طبعا قليل ميه مش هتنفع، لو قال قليل من ماشي، متر ميه لا، يبقى كثيره من المياه الاخيره. 11، قلت في النفي امبارح بقى، قلت هي النفي اللي ركزوا عليه جدا، النفي هي اللي بيبقى ايه احيانا بيبقى في تفكير في فهم شويه، فهنا لما ترجم الاقي سارة نيجو ما بتلعبش شخص تنس، ازاي ما تلعبش شيئا تنس، ما تمشيش
انكور ما تنفعش في النفي، يبقى بلي تانية لم تعد تلعب تنس. 12 مي بارون فون فينير دومان، طبعا الفعل بعد نقطة فعل اتوندر ينتظر، وينتظر انتظرهم مباشر يبقى ايه الاولى. و 13 سؤال منفي، الطريقة اللي قلناها امبارح ايه واللي بنقولها من اول السنة؟ شيل نيو بو، بتحب الفوتبول، بلعب فوتبول، يبقى المعنى استقام يبقى سي. طيب الامتحان خلص، ده معنى كده يعني الحمد لله ان الامتحان بتاع بكره ان شاء الله هيكون مباشر جدا، بس يعني هيغير بعض الجمل. يعني مثلا الجمله بتاعت اون رقم 6 دي ممكن يخليها جريج، لو شفت مكان تاخد جريج. تمام، تصريف الافعال يعني مطلوب منك حاجه واحده بس، ممكن كذا حاجه بس اهمهم يعني انك تطمن جدا، تروح مطمن مش خايف، ده المهم. اللي هيغلطك خوفك، لو انت رحت خايف هتغلط، ورحت مطمن هتلاقي الامتحان حلو جدا، دي اساس. بعد كده بقى الكتاب تستفيد بيه زي ما قلنا امبارح، احضر الفيديو بتاع امبارح بتاع اللايف اللي ما حضروش اسمعه عشان مش هينفع اعيده تاني، ده طويل جدا تسمعه، وتسمع انا قلت ايه، وانك يعني في تستفيد تكتب في كتاب المدرسة مثلا، تكتب ال 14 فعل بتوع الماضي المركب، ما جوش هنا يبقى ممكن يجيب ماضي مركب يركز عليهم على فعل باسي. انا رأيي يعني رأيي الشخصي، انت دلوقتي حالا تريح، اذا كان وراك حاجة تذاكرها ماشي، وبعد كده انا عارف انا وجد يعني عندي رأي، اللي عنده حد قريبه في علمي ياخد منه الكتاب وينقل منه اللي كاتبه بتاع علمي، لانه كاتب كتير، كاتب كتير امبارح، فانت ممكن تريح دماغك وتشوف كاتب ايه وتكتب زيه. بس انا عايز اطمئن، الامتحان سهل جدا ان شاء الله ومباشر جدا، وهتطلع مبسوط منه خالص، والاسئله زي ما احنا شايفين مباشره جدا، يبقى مش محتاجين ان احنا نقلق ولا حاجه. مش عايز تذاكر دلوقتي، انا بقول لك اهو ما تذاكرش، نام، ذاكر ساعه ولا اتنين مفيش مشكله، عندك سؤال اسالني، اسال على الواتس او على الفيس، على الماسنجر يعني، والتليجرام، انستجرام، اي وسيله اسال عليه، اسالني في اي سؤال تحتاجه، خلاص. واطمئنوا ان شاء الله بكره باذن الله هنفرح بيكم زي ما فرحنا بتوع النهارده. يلا سلام عليكم.